وصلت لعمر 35 ولسه ما تزوجت. كل البنات اللي بعمري واللي أصغر مني تزوجوا وصار عندهم أولاد. دائما كنت أقول الحمد لله، أكيد رب العالمين مخبي لي النصيب المنيح بحقي. لحد ما بيوم فعلا تقدم لي شاب مواصفاته كتير منيحة، وكنت كتير مبسوطة أنه خلاص رب العالمين جبر بخاطري. ويوم كتب الكتاب أخذوا هويتي كرمال كتب الكتاب. تاني يوم تتصل علي أمه، وكان صوتها بالمرة مو منيح. قالت لي تعالي بدي أحكي معك بموضوع. ولما رحت لهنيك قالت لي ليكي رح أقول لك ياها بصراحة، أنت عمرك قارب 40 وأنا حابة أزوج ابني كرمال أفرح فيه وبولاده. الله يبعث لك إنسان مناسب لألك أكتر. أنا ابني بدي أخذ له وحدة أصغر بالعمر. طلعت من عندهم مكسورة الخاطر وزعلانة كتير، وهون نفسيتي تعبت لفترة. قرروا أهلي أنهم يبعتوني على العمرة كرمال روح وغير جو. وفعلا كنت كل يوم أنزل وصلي بالحرم وأدعي ربنا يفرج همي. ومرة أنا وقاعدة بالحرم سمعت مرة كبيرة بالعمر عم تقرأ قرآن، وكان صوتها كتير حلو. وضليت مركزة معها وهي عم تقرأ لحد ما وصلت عند آية ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهون ما عاد قدرت أمسك حالي وصرت أبكي. أجت لعندي عانقتني قالت لي طولي بالك يا بنتي الله يفرج همك. حسيت جبل من الثلج ونزل على صدري، وقررت فعلا أني غير حياتي وغير تفكيري. ولما صار وقت الرجعة بالمطار التقيت برفيقتي. ما تنسوا اللايك والفولو لحتى ينزل الجزء. وبعد ما رجعت من العمرة بكم يوم اتصلت علي رفيقتي يلي شفتها بالمطار، وخبرتني أنه صار لهم فترة طويلة عم يدوروا لأخوها على وحدة بنفس مواصفاتي. وفعلا أجو خطبوني. بالأول كنت كتير مبسوطة، بس بعدين قلت لا، لا تفرحي يا بنت وخلي الأمور تمشي على النصيب. إذا تم النصيب أهلا وسهلا، وإذا لا لازم ما خلي هالأشياء تحبطني. وفعلا بأقل من شهرين اتزوجت، وما بتتخيلوا زوجي قديش كان إنسان منيح، يعني أحسن بكتير من ما كنت بحلم. وبأقل من سنة صار عندي ولد، وكانت حياتي كتير حلوة. دائما بتذكر آية ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحمد لله أني صبرت ونلت. ما تنسوا اللايك والفولو إذا حبيتوا القصة. تعالوا أحكي لكم شو عملت بزوجي وبيت حماي لحتى يبطلوا يتمسخروا علي ويتضحكوا. من لما تزوجت وهن بيتضحكوا وبيتمسخروا علي ومستلميني وعلى أساس مزح، وأنا والله مو ناقصني شي. قلت لحالي لازم خليهم يبطلوا هالعادة، وخطرت لي فكرة جهنمية من القهر. صرت كل ما ينام جوزي كت بين رجليه مي دافية، ولما يفيق قل له اف شو هالريحة لك شو هاد، وهو يستحي ويقلب قدامي مثل ولد صغير ويقول لي مشان الله استري علي ولا تحكي لحدا، الله وكيلكم ما خلى دكتور ما راح عليه. وكله يقول له شغلة نفسية، وأنا صرت قل له معقول لأنكم عم تظلموني هيك عم يصير معك؟ ما تنسوا اللايك والفولو للجزء الثاني. الجزء الثاني لقصة كيف خليت زوجي وبيت حماي يبطلوا يتمسخروا ويضحكوا علي. زوجي ما خلى دكتور ما راح عليه، وما خلى تحليل ما عمله، وكل الدكاترة قالوا له مشكلتك على الأغلب نفسية، لأنه تحاليلك ما في عندك أي مشكلة عضوية. وكان يرجع بالليالي يصفن ويقعد ويقول لي يا ترى منين أجتني هالقصة على غفلة. وأنا كنت أقول له هذا والله أعلم ضميرك عم يعذبك على شيء، وعقلك الباطن متضايق من قصة، وأنت مالك عامل شيء لحدا، بقى على الأغلب لأنه أنت وأهلك عم تتمسخروا وتضحكوا علي. كان يصفن ويسكت، وبعد كم يوم غير معاملته معي تماما، وفعلا ما عاد سمح لحدا من أهله يضايقني أبدا. وأنا استنيت شوي ووقفت كب المي الدافية. شوفوني حكيمة ولا شيطانة؟ ما تنسوا اللايك والفولو إذا حبيتوا. تعالوا نشوف إذا النشا فعلا منيح مثل اللوس باودر. صرت شايفة كتير ناس على تيك توك عم تحطه بدل اللوس باودر، فخلونا نجرب ونشوف إذا كان منيح أو لا. أول شي رح أرجع طبطب شوي هيك، يعني أدمج الكونسيلر والفونديشن منيح، ورح نبلش نحط. بصراحة خايفة شوي لأنه ما بعرف إذا بيصير الواحد يحط على بشرته نشا، بس يعني رح أجرب وشوف لحتى أعرف إذا منيح أو لا. طبعاً أنا كل ما بعمل تجربة من التيك توك يعني 70% منهم بيفشلوا، فخلونا نشوف. أول شي تحت العين، لا يستر ما تتدمر بشرتنا. هلأ ما بحس الوضع مو سيء، يعني هلأ رح شيل زايد منها. للأمانة يعني حسيتها ما بتفرق أبدا عن اللوس باودر العادية، عرفتوا؟
فما بعرف يعني حسيتها حلوة ما أنا سيئة أبدا، فما بعرف هلأ، بس يعني مو كتير ناعمة، مو كتير ناعمة يعني، بس كشكل وكخطوط ما بتخطط أبدا أبدا. لما نقلوني على قسم برادات الموتى ما كنت خايفة كتير، ما هو اللي بيشتغل بالمشفى أصلا بيتعود على منظر الناس الميتة والدم، وأنا أصلا لما كنت بالقسم الجراحي كنت نزل الناس الميتة وحطها بالبرادات بإيدي، بس لما اشتغلت هنيك الشي اللي كان يصير أبدا أبدا ما بيطمن، وهو السبب يلي خلاني أني أترك شغل المشفى والطب كله. أول ليلة اشتغلت فيها انقطعت الكهرباء، طبعا كان إلها بالعادة تنقطع وأنا كنت عم صفت الأوراق وزبطهم، وحسيت إيد باردة نزلت على كتفي، انزهلت وخفت كتير وصرت صرخ. رجعت الكهرباء، بس لما رجعت كانت بواب برادات الأموات كلها مسكرة، بس باب واحد كان مفتوح، وأنا متذكرة أنه قبل ما تقطع الكهرباء الكل كان مسكر. قربت عند الباب لحتى أشوف كيف انفتح، لقيت عليه اسم، وأنا وعم حاول سكر الباب سمعت صوت ضحك خفيف، تلفتت حوالي بشوف مرة عجوز شكلها كتير مخيف كانت عم تضحك باستهزاء. ركضت على باب الغرفة وحاولت افتحه وما كان ينفتح معي، صرت صرخ ودق على الباب بقوة وقلبي كان رح يوقع من الخوف، وفجأة غبت عن الوعي. فقت تاني يوم بتحكي بس بسرعة ورحت عن دولار طلعوا فيني بغرابة وقالوا لي انت مبارك اذن ورحتي مباشرة بعد ما انفرنتي ورحت البرادات وحتى تفتحي البيت. نزلت بسرعة على البرادات ولقيت اسم المرة فعلا مكتوب على نفس البرادات. تعالوا احكي لكم شو عملت بحبيبي لما تركني وراح عند بنت تانية، منحب بعض من اكتر من 6 سنين، وفجأة توظفت عندهم بنت بالشغل حلوة كتير حبة وقرر يتركني كرمالها، وقلت له ترى انا رح تخونك، ما رد علي وراح لعندها. فكرت بالاول وتضايقت، بس بعدين قلت معقول يكون كيدي مذكور بالقرآن واقعد هيك مثل الهبلة ابكي وما اعمل ولا شي؟ عملت حساب باسم شاب وحطيت عليه صور شاب حلو كتير وعايش برا البلد، وعلى اساس انه معه مصاري كتير. صرت حكيه منه وبالاول ما تجاوبت، بس بعدين صارت تحكي شوي شوي. لما بدها تحكي صوت صرت خلي اخوي يحكي معه على اساس رفيقتي وعم نعمل فيها مقلب، وصرت حول لها مصاري وابعت لها عن طريق ناس. معلش ما هي الانتقام بده تضحيه. وشوي شوي تركته ورجع لعندي مزلول وقال لي معك حق هي خاينة. ما تنسوا اللايك والفولو إذا حبيتوا القصة. تعالوا احكي لكم حماتي شو عملت بسلفتي. انا متزوجة من عائلة غنية كتير، وانا الحمد لله كمان اهلي اغنياء، سلفتي من عائلة فقيرة ومعدومة. من فترة 4 شهور الحمد لله كنا مسافرين وانسرق ذهب سلفتي، اتهموا كل العيلة انه سارقينه ودوروا عند الكل وفتشوا، واكتر شي اتهموا سلفتي نفسها انها اخذت الذهب وعطيته لاهلها كونهم فقره كتير، وهي كانت تبكي وتدعي وتتحلف انه ما اخذت شي ولا العلاقه بشي، وضلوا وراها هيك حتى وقعوها على اوراق انه لو بدها تتطلق هي اخذت ذهبها وهي وافقت. من 2 3 كنت عند حماتي وقالت لي جيبي لي طقم فنجين من غرفة نومي. دخلت على غرفة نومة وأنا عم دور لقيت تحت التخت كيس قماش، فكرته سحر، ولما فتحته لقيت فيه ذهبات سلفتي. بصراحة انصدمت كتير. حماتي كتير صاحبة دين وبتصلي ورايحة على الحج وبتصوم، وما كنت أتوقع منها أنها تعمل هيك بسلفتي. حابة أني أتدخل وساعد سلفتي، وبنفس الوقت خايفة أنه زوجي يعمل لي مشاكل ويطلقني. انصحوني بليز. تعالوا أحكي لكم أكتر موقف بيضحك عملته مع شوفير تاكسي على أساس أني ذكية كتير. طلعت مع شوفير ولما وصلني طلع الحساب 6000، قلت له لا مستحيل أنت كذاب أكيد مشغل العداد من الزبون يلي قبلي، وطلع هيك. إذا كنت صادق بتصفر العداد وبترجع لمحل ما وصلتني، وفعلا عمل هيك وطلع حسابه 6000. دفعت له بالحالة 12000 والحمد لله كملت على البيت ماشي. أنتوا حكولنا مواقف هيك بتضحك.